بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة عماد الرحمن لتجارة مستلزمات المزارع الدواجن. ان شاء الله احنا بنعرض لكم خلايات التبريد اللي هي مقاس متر في متر، ارتفاع متر في عرض متر. اولا دي خلايا التبريد شركة عماد الرحمن لتجارة مستلزمات المزارع. ان شاء الله ده شفاط مقاس 55 في 55، ده اللي هو الاتحاد الاوروبي، حاجة بسم الله ما شاء الله قوية جدا وريش. هنعمل لكم اختبار فعلي الان ان شاء الله. ده الشفاط اللي بيجي يدور زي ما حضراتكم شايفين، الشفاط قوته شديدة جدا، يعني زي ما حضراتكم شايفين هو صوته بس صوت شدة الهواء. هنوريكم برضو